كلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ها هنا الساعون في أرزاقهم، المتوجهون إلى أعمالهم، المنشغلون في شؤونهم الخاصة. وبين زحام الآمنين أطل الظلام على النهار. إطلاق رصاص الغدر ونسف دماء الأبرياء، تلك الجريمة البشعة الواقعة في قرية الدالوة في شرقي السعودية عام 2014، التي راح ضحيتها 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين. نفذها هؤلاء 8 الإرهابيون القابعة أسماءهم ضمن 81 الذي صدر بحقهم حكم القتل. اختلفت مناطق حدوث جرائم المدانين 81، حيث رصد بعضهم جريمته بالصوت والصورة للتباهي وتنفيذا لتوجيهات قاداتهم الإرهابيين خارج البلاد. هنا على هذه المركبة الإرهابيان يزيد أبو نيان ونواف العنزي ترصدا مركبة أمن تسير شرقي الرياض 2016. أطلق رصاصات الغدر تنفيذا لأوامر داعش ليذهب ضحيتها 2 من رجال الأمن ويلوذان بالفرار خارج الرياض. استباحوا الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم. ففي مايو من عام 2016 الموافق لشهر رمضان، لم يأبه التوأمان خالد وصالح العريني بحرمة شهر الصوم. وكيف يأبهان وقد كانت الضحية والدتهما التي استدرجاها إلى مخزن المنزل موجهان لها عدة طعنات غدرة أدت إلى مقتلها، لتلحق طعناتهما بوالدهما وشقيقهما. وفي جنوب السعودية وتحديدا في مزرعة في محافظة أبو عريش، جريمة راح ضحيتها العميد المتقاعد أحمد فاي عسيري، حيث أقدم المدان أسامة الرجحي يمني الجنسية بإطلاق النار عليه داخل مزرعته ممتثلا لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي. تلك الجرائم موجز لما ارتكبه المدانون 81، والذين هدفوا إلى زعزعة أمن السعودية بالتخابر مع جهات معادية وباستهدافهم لرجال الأمن ولمرافق حكومية ومواطنين، وكذلك زراعة الألغام وتصنيع المتفجرات، وحتى دور العبادة لم تسلم من إرهابهم. مسجد بيت من بيوت الله تجتمع. صلوا على محمد وعلى محمد. تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، لكن القضاء في السعودية حقق العدالة وأخذ بحق المظلومين. أنا بيك أعرف حاجتين، كأخوذك عندي أبا أخذ من كل مضطرف ومن كل إرهابي وهذا. وتؤكد الداخلية السعودية أنها لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أحمد العثمان، MBC الرياض.